الطفل العجوز هي حالة نادرة بالعالم بنسبة 1 على 8 مليون، وظهرت بس ب 41 بلد حول العالم. بيخلق الطفل كتير طبيعي، وعلى عمر 8 شهور بتبين على جسمه ظواهر الشيخوخة الجسدية المتسارعة. بصير الطفل المصاب مثل أي مسن بعمر 80 أو 90 سنة، إنما عقله ما بيشيخ. هالمتلازمة اسمها بروجيريا، وسببها خلل وراثي، وبتأدي لوفاة الطفل على عمر المراهقة. الدراسات حول الموضوع بعد ضئيلة، وللأسف العلاج بعده غير متوفر.